قال لي أخ معي الله يوفق أخونا عبد الله، قولوا أمين. اللي جابنا الله يجزاه خير قال لي كلمة حكمة والله تكتب بماء الذهب. قال والله أبو عبد العزيز شيء واحد غيرن. قلت وشو؟ قال فقط غيرت إيش؟ الصحبة. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين إيش؟ خليله، فلينظر أحدكم إيش؟ من يخالل، ما لم تجانسه احذر تجالسه، ما ضر بالشمع إلا فرقة العسل. فعشان تحلو حياتنا نغير اللي حولنا، لأن اللي حولنا هم اللي حلون حياتنا، واللي حولنا هم اللي عكرون حياتنا. فإن كان اللي حولنا ينطبق عليهم قوله تعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فحياتي تبصير حلوة، إذا كانوا جلساي ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على إيش؟ على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فإذا كان جلسائك ناس يعينونك على الطاعة يعينونك الخير، كان جلسائك يا بنيتي يا أخيتي يعينونك على الطاعة يعينونك خير، تبي تقول إن حياتي حلوة،